اليوم مع التاريخ الملكي الموريتاني. هذا الهرم اللي جاي بين تيبازا وبين زاير العاصمة في الظهرة عند إيشنويين، واللي ما زالوا يهضروا تمازيغ بلهجة شنوا، واللي غادي نهضر عليها في سلسلة أخرى. هذا الهرم جاي بالضبط في سيدي راشد، بعيد على تيبازا بواحد 14 كيلو باللوطو، وتنجم تشوفه من البعيد إذا كنت في ساهل متيجة، معناتها تنجم تشوفه من البليدة حتى الحجوط، تنجم تشوفه تاني من مرتفعات نتاع بوزريعة، والبحارة والصيادة يديروه كيما روبير باش يعرفوا رواحهم وين راهم، خاطر يبان تاني من البعيد في البحر. هاد المونيمون هيستوريك ذكروه بزاف نتاع الناس في التاريخ، ذكره المستشرق هنري بيرك وقال عليه بزاف نتاع الصوالح والاساطير، ذكره تاني الجغرافي العربي البكري في كتابه المسالك والممالك، ذكره تاني توماس شو في سنة 1738 وهو كان دكتور في الإلهيات وخدم في البعثة الإنجليزية في الجزائر لمدة 12 سنة. هدار عليه تاني الروائي بيير بونوا في كتابه الأطلنطيد، اللي بغى يقرأ هذه الهضرة المكتوبة عليه في الأساطير يعني على الهرم غادي يلقاه في كتاب عالم الآثار الجزائري بوشناق، عنوان الكتاب لموزولي غويال دو موريتاني، غادي نحط اللين تاعه لتحت. هاد الأساطير نتاع الكنوز خلات بزاف نتاع الناس تخربه وتسيت الدخله باش تجبد الكنز، لغاية أن الباشا صالح رايس في سنة 1555 ضربه بالمدفع وكان باغي يهدمه باش يجبد الكنز، بصح الضريح ما تهرسش، تهرس برك الباب الوهمي اللي جاي في الجهة الشرقية. بلا ما نهضروا على بزاف نتاع الناس اللي بغات تدخل وهرست الهرم، خاطرش كاينين منهم بزاف، نهضروا ديراكت على اولى الحفريات العلميه. اول واحد دار حفريات علميه عليه هو الانسبكتور جينيرال دي مونيمون هيستوريك اي دي ميزي اركيولوجيك دو لالجيري ادريان بيربروغر entre 1865 et 1866. بعد ربع شهور من الخدمه بلاصونط، لاصونط طاحت في الخوال تحت بزوج فاصل 65 متر، وباش يدخلوا لهذاك الاخوة اللي جاي لتحت حفروا تحت الباب الوهمي في الجنوب، ووصلوا للنفق اللي كان مليح، وهكا لقاو الدخلة الحقيقية واللي كانت تحت الباب الوهمي الشرقي، وكانت مغطية ما تبانش وارتفاعها برك 1.10 متر. لقاو البيبان تاع الشنابر الدخلانية مهرسة، ولقاو الشومبرا سنترال خاوية. من الباب تاع الدخلة كاينة كي شومبرا طولها 5.33 متر وعرضها 2.52 متر وارتفاعها 3.20 متر. على اليمين فوق الدخلة تاع الكولوار كاين سبع وليون. الزاخيولوج يقولوا بلي هاد السبع واللبوءة هما حراس نتاع الضريح، والسبوعة معروفين في الأضريحة وفي الثقافة نتاع الأمازيغ. مور هاد الكولوار الصغير يجي كولوار كبير واللي هو دائري، طوله 141 متر، عرضه 2 متر وارتفاعه 2.40 متر، وسقفه نصف دائري كما راكم تشوفوا. بين كل 3 متر كاين لي نيش اللي علقوا فيهم النار، مجموعها 51 نيش محفورين في الحيط. الضريح جاي فوق كولين، ما انت فوق هضبة طال على البحر ب 261 متر. الضريح تبنى فوق باز مربعة طول الضلع نتاعها هو 63.40 متر. محيط الدائرة نتاع الهرم هو 185.5 متر، وقطر الدائرة هو 60.90 متر. المخروط في 33 درجة، ولاوتور تاع كل درجة هو 0.58 متر، والهرم يكمل بسطح. قدام الهرم كاين فيستيج يعني آثار نتاع بنيان، طوله طول نتاعه هو 16 متر وعرضه 6 متر، كانوا يستعملوه كمعبد ولا ضريح. زيد ثاني هذا الضريح فيه ربعة نتاع البيبان الوهمية يعني ماشي تاع بصح،
برك باش تخدع الناس. طول كل واحد منها هو 6.90 متر، وفيها نقوش بزاف ومنها نقش على شكل صليب، على بها تسمى بقبرة الرومية خطأ، بصح هذا الصليب ما عنده حتى علاقة بالمسيحية. مارسيل كريستوفر اللي كان أرشيتكت للآثار التاريخية دار ترميم كبير للضريح باش يبان كما كان بكري، وزاد دار أبحاث عليه. الناس اللي دخلوا له بكري وبغاو يحوسوا على الغرفة السرية اللي كانوا يعتقدوا باللي فيها الكنز، حفروا تينال من الشومبرة نتاع الدخلة طولها 7 متر، وحفروا تاني تينال وخداخر من الجهة الأخرى طولها 16 متر، وهادو ضروا بزاف الضريح. في التاريخ نلقوا بلي أول واحد هدر على المعلم هو الجيوغراف غوما بومبونيوس ميلا في كتابه دو سيتو أوربيس في حوالي 40 سنة للميلاد، ذكرها في الفصل السادس الورقة 38. يول يعني هنا غادي نقرأ لكم وش قال. يول يعني شرشان، مدينة قديمة على شط البحر مجهولة، ولات دروك مشهورة خاطرش هي عاصمة الملك يوبا الثاني، وتدعى باسم قيصرية، سماها يوبا باسم القيصر تكريما له. ومن بعدها مدينة كارتينا نس وأرسيناريا وقصر كويزا وخليج لاطوروس ونهر سيردابال، ومنا ضريح العام للأسرة الملكية، وثم إيكيوزيوم. وعلى بها المؤرخين يقولوا باللي اللي بنى هذا الضريح هو الملك يوبا الثاني. كاين بعض الدراسات الهندسية نتاع الضريح تقول باللي الضريح تبنى بين القرن الثاني والأول بعد الميلاد، معناتها تبنى قبل الملك يوبا الثاني من طرف ملوك أمازيغ، ويوبا الثاني برك كمل يخدم به. بصح أفضل شيء في هذا الموضوع هو اللي قاله البروفيسور والأركيولوج المؤرخ ستيفان كسيل، قال هذا الضريح هو ضريح بربري بغلاف يوناني. والملك يوبا الثاني كان معروف عليه حبه للثقافة الإغريقية وكان يكتب بها بزاف، فجمع بين الضريح الأمازيغي وغلفه بطابع إغريقي. ما نجموش نهضروا على هذا الضريح بلا ما نهضروا على يوبا الثاني. يوبا اللي تولد في عنابة في سنة 52 قبل الميلاد، وباه كان الملك يوبا الأول، ويوبا ينحدر من سلالة الملك ماسينيسا، هو ولد يوبا الأول، ولد إمسال، ولد جودا، ولد ماستانابال، ولد ماسينيسا. وبعد ما خسر والده الملك يوبا الأول الحرب ضد روما في 46 قبل الميلاد ومات، القيصر ادى الملك يوبا الثاني روما كرهينة. وقتها كان يوبا عاد صغير عمره 5 سنين، وولات نوميديا رومانية لأول مرة وتسمت بموريطانيا القيصرية. تربى الملك يوبا يتيم رباته أوكتافي أخت الملك القيصر أوغوست. يوبا تزوج كليوباتر سيلين ابنة الفرعونة كليوباترا وماركوس أنطونيوس، وهي آخر ملكة مصرية يعني كليوباتر سيلين. تزوجها في سنة 19 قبل الميلاد. يوبا كان ملك وعالم في نفس الوقت. يوبا كان يتكلم لغات بزاف وكان يتقن مليح الأمازيغية، كما يقول عالم اللسانيات والأنتروبولوج الأمريكاني إدغار غريغرسون، وهذا بالرغم من اللي داوه روما وهو صغير. يوبا كتب كتوبة باللاتينية وخصوصا بالإغريقية اللي كان يفضلها كلغة. كتب في التاريخ، في الجغرافيا، في الفلسفة، في الجرامير، في الرسم، في الموسيقى، في التياتر، في الأركيولوجي، وكان عالم نباتات تاني. هو اللي اكتشف نبتة من كان في رحلته العلمية في جبال الأطلس، وهذا النبتة هي الأكساتيف يعني مساهل مليحة بزاف، سماها أوفوربيا، وهي للآن تتسمى باسمه أوفوربيا ريجيس يوباي. وعنده تاني نخلة تتسمى باسمه يوباي، تتسمى على الملك يوبا الثاني. الملك يوبا كان عالم وملك في نفس الوقت، مهتم بالعلوم والثقافة والفنون، وبنى مكتبة كبيرة في شرشان، وأهم سلسلة كتبها كانت موسوعة ليبيكا
اللي تكلم فيها على شمال إفريقيا عالم الأمازيغ الليبيين، وهضر فيها على جزر الكناري، وهو اللي عطاه هذا الاسم جزر الكناري اللي فيها سكان إيغواشن الأمازيغ. مع الأسف كتوبة يوبا الثاني كلها تفقدت، بقات برك بعض القصاصات، بصح نلقوا بزاف نتاع الكتاب اقتبسوا من كلامه ويهضروا على علومه، منهم بليني دي إلدر وبليني دي يانجر، وكاين ليستوريان بلوطارك يقول على يوبا الثاني أنه واحد من أعظم الحكام الموهوبين في عصره. الملك يوبا كان تاني رحالة ومستكشف، دار رحلة علمية لجبال الأطلس باش يثبت نظريته على منبع النيل، وجاب معاه كروكوديل. الملك يوبا مات في 23 سنة بعد الميلاد، وتدفن في تيبازا مع الملكة سيلين في نفس الضريح. خلفه ولده الملك بطوليمايس، واللي كتله الإمبراطور غاليكويا في سنة 40 بعد الميلاد. الملك يوبا على القولة بزاف نتاع التماثيل تقديرا واحتراما له. سيسيغ كان فيه في شرشال عاصمة يوبا، وعلى القولة تمثال في أتينا تاني احتراما وتقديرا له، وفي فولوبيليس الموجودة في المروك المغرب حاليا اللي كانت تابعة للملك يوبا. كتبوا عليه تاني بزاف نتاع الكتب. قبل ما نكملوا بغيت نهضر على واحد المعلومة كانت الدور وتلقاها بزاف هضروا عليها حتى من سكان تاع شمال إفريقيا، وهو كنز يوبا الثاني اللي لقاوه في ماريكان، وكاين كتاب يهضر على هذا الشيء، هو للمؤلف الماريكاني فرانز جوزيف، واسم الكتاب The Lost Treasure of King Yuba. بغيت نقول لكم باللي هذا الكنز اللي لقاوه في بوروز كيف هو هوكس، يعني خدعة برك، وهضروا عليه بزاف نتاع الزاركيولوج. الناس اللي صنعت هذا الكنز بغاو يثبتوا بهذه الخدعة باللي ماشي كولومبوس هو الاول اللي اكتشف امريكا، وعلى خاطرش كانوا يعرفوا باللي الملك يوبا هو عالم ومكتشف تاني بغاو يلصقوا فيه هذا الكنز. الملك يوبا ما يحتاج الاساطير، ومالوغوزمون بزاف نتاع الناس في اليوتيوب دارت فيديو على هذا الكنز والكتاب بلا ما يتبعوا القصة. القصة نتاع هذه الخدعة معروفة عند علماء الآثار، وما يكفينيش الوقت باش نهضر عليه دروك، بصح غادي نخلي لكم اليوم نتاع حوار مع عالم آثار يهضر عليها. إذا بغيتوا نتوما ندير عليه فيديو إذا كان عندي الوقت باش نقول لكم علاش هذا الكنز المنسوب ليوبا هو خدعة، ومولاه اللي ادعى باللي لقاه هو خدع. الملك يوبا ما يحتاج أساطير، وحنا الأمازيغ يكفينا العلم والتاريخ، ما نحتاجو حتى واحد يستعمل ملوك الأمازيغ لأغراضه الشخصية. الملك يوبا شخصية عظيمة وإنجازاته وتاريخه يشهدوا ليه. غادي نخليكم مع فرقة إيشنوين من تيبازا من شرشال عاصمة الملك يوبا، وهنا كمل الفيديو ونقول لكم تحياتي وتنميرت. أطلع ميغليد في الليل
الحنين المونس قي روحان فشل أغزك فتان خزر أغرو جنة يغمي ذو سجنة يغمي ذو سجنة فيديو واحد كيما هذا ينجم يدي مني خدمة تاع سوايع حتى تاع سيمانات. ما نجمش نخدم فيديو كيما هاك في نهار ولا في يومين، مي جينيرالمون تدي مني حتى لدو سومان. انت اللي راك تسمع هذا الفيديو وإذا كنت مهتم بالثقافة تاع لافريك دي نور والثقافة الأمازيغية وتظن باللي فيديو كيما هذا ينجم يزيد الوعي، تنجم تعاونني برك بنشر هذا الفيديو مع أصحابك. شكرا لكم. ميرسي.